دبي البطولة العربية الثامنة للبلياردو التي تقام فعالياتها في الفترة ما بين 16 و23 من الشهر الجاري بمشاركة 13 دولة عربية. يسعى الفريق الأردني المشارك في البطولة العربية الثامنة للبلياردو للحفاظ على لقب البطولة السابعة التي جرت في مدينة حلب السورية العام الماضي، ولكن مع غياب جلال السارسي بطل الفريق فضلا عن قوة منافسة الفرق المشاركة، فإن مشوار الفريق الأردني لا يبدو سهلا. الواقع عملنا استعدادات كويسة بس كانت كلها على مستوى محلي، وإن شاء الله يعني بالتوفيق يعني، بس الفرق العربية كلها المشاركة السنة فرق قوية جدا وقدمت يعني، أنا حضرت كل المباريات كلها بتقدم مستوى عالي جدا. بدأت مراسم حفل الافتتاح بطابور العرض لمنتخبات الدول المشاركة، وتقام البطولة في 5 مستويات: فردي وفرق 8 كرات، وفردي وفرق 9 كرات، وفرد الناشئين 8 كرات. هذا شرف لنا، وبالعكس نتمنى أن نحن نكون يعني قد البطولة هاي، ونحن واثقين وبالدعم اللي محصلينه من الحكام ومن الأعضاء ومن اللجنة الأولمبية. بالعكس نحن واثقين إن شاء الله أن كل شيء بيكون مرتب على أفضل شكل، ونتمنى إن شاء الله أن نحقق فيها البطولة إن شاء الله. وسيعقد على هامش البطولة اجتماع الاتحاد العربي للبلياردو والسنوكر، حيث سيبحث مجلس الاتحاد تقييم البطولة العربية في دبي والبطولة العربية المؤجلة للسنوكر 2010 وأسباب التأجيل، فضلا عن البطولة العربية الأولى للأندية 2011 في أربيل وغيرها من المواضيع. الاجتماع راح يكون يوم الأربعاء القادم، في مواضيع عدة الواقع. الموضوع الرئيسي هو الاستعدادات للدورة الرياضية العربية اللي راح تكون في قطر في 2011، كذلك تحديد مواعيد بطولات 2011 سواء للبلياردو أو السنوكر أو الكرنبول، واتصالاتنا مع الاتحادات الآسيوية للتنسيق زي ما كانت الموجودة بالكلمة اليوم. وتجدر الإشارة إلى أنه تمت الموافقة النهائية على إدراج رياضة البلياردو بكافة ألعابها في الدورة الرياضية العربية لتكون المشاركة الأولى لها في قطر 2011. محمد ديامسي، روسيا اليوم، دبي.